أنا فتحت مكتبة كل الأطفال بتحبها. أنا فتحت مكتبة كل الأطفال بتحبها، فيها قصص ملونة وحاجة آخر ربها. أنا فتحت مكتبة كل الأطفال بتحبها، فيها قصص ملونة وحاجة آخر ربها. عندي هنا في المكتبة كل أحلامكم ممكنة، من غير ما تنام على المرتبة تحلم وتشبع بالهنا. نفسك في إيه؟ أمرك يا بيه؟ نفسي أنط في البسين. البسين؟ ويكون مليان آيس كريم. مش ساقع شوية؟ ما تجيب الكتاب اللي فوق ده كده؟ الغلاف ده جميل قوي. أكيد هنا في المكتبة كل كتب التلوين، كل أحلامنا ممكنة، أكيد كل اللي بتحلموا بيه. مرتبة. احلم ونشبع بالهنا. احلم. نفسي ألف مسرحية عن قصة حب مش عادية، قصة حلوة فيها غنوة وكمان فيها غنوة، فيها الحب مية 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 مية. نفسي أكون فيها البطل يا راجل، يكتبوا فيها كتب، يكتبوا فيك الكتب، والزمان يقف يقول هيقول ايه؟ كله في الحب اتكتب. مش بتدوروا على القصة اللي فيها احلى حب؟ ايوه. ادخل معايا في الحكاية والرواية واكتشف، اكتشف ادخل وهاتها انا معاك، واوعى تخاف او تتكسف. وازاي تدخلنا في حكايه او روايه؟ اعترف عندي كتاب، كتاب غريب يحكي الحكايه محترف. بس انت تدخل في الكتاب وصفحه صفحه تتكشف في الكتاب. جربني مرة مش هتندم، والحياة هتختلف. قبلك كتير ده قول محبة، عرفوا مين هو الهدف. قلتوا ايه؟ هتيجي يا هنا نجرب؟ تعالي يلا. ماشي ماشي، دي فكرة حلوة قوي. الكتاب ده مكتبة فيها قصص متشبكة، والسطور مترتبة حوالي من 2000 سنة. جواه في ناس متلخبطة وناس كمان مزقططة. ولو دخلت في الكتاب من الفرحة راح تتنططة. دلوقتي حالا ارجوكي ساعديني، انا مش قادره استحمل الحكايه الفظيعه دي. انت لو ساعدتيني هنقدر نغير النهايه. المشكله ان كلنا محبوسين جوه الحكايه. محبوسين؟ انتوا مين؟ احنا الناس اللي انت شفتي حكايتهم جوه الكتاب. ارجوكي ارجوكي حاولي تخرجينا كلنا من هنا. طيب هحاول، بس انا مش عارفه اخويا راح فين. من فضلك ما تقوليش لحد اننا بنحاول نغير الحكايه، لان عمر ما الكتاب هيوافق. ايه الكتاب الغريب ده؟ يا يوسف انت فين؟ رحت فين؟
أيوة، أنت كنت عايزة تخشي فين؟ بصي هحكيلك، وأنا ماشي جوه الكتاب اتكعبلت في صفحة تحفة، هوا إيه وخضرة إيه آخر جمال، ولقيت لك يا هنا كل بيجري، فجريت وراهم، لقيتهم طلعوا الجبل رحت طالع وراهم، وهناك بقى قعدت جنب الناس وسمعت كلام مش قادرة أقولك، قصص إيه وحكم إيه يا بنت. أنت سمعي يا هنا، خضرة إيه وهوا إيه؟ ده أنا وأنا بقلب جوه الصفحات فجأة سمعت صوت سيوف وخناقة زي ما يكونوا مسكوا حرامي، وناس بتجري وناس بتصرخ وناس تانيين بيعيطوا، فاخدت بعضي وجريت. وبعدين عملتي ايه؟ الغريب بقى ان الناس دي عايزة تطلع من الكتاب. ناس بتطلع من الكتاب؟ انتي كده بتروحي تدوري على القصص الغريبة. اسمعي بقى انا شفت ايه، وانا قاعد على الجبل سمعتلك اتنين بيتوششوا وبيقولوا هيأكلهم ازاي، وفجأة لقيت واحد قدينا؟ ايوة، راح مطلع من شنطته 5 ترغيفة وسمكتين، وهوبا لقيت يمكن اكتر من 5000 شخص بياكله، وكله كان فرحان ومبسوط. ايه ده معناه ان القصة اللي جوه الكتاب دي قصة يسوع. ايوة، بس السؤال هنا ليه الناس عاوزة تطلع برا الصفحات وبيقولوا انهم محبوسين؟ ايه الاصوات دي؟ مين دول؟ امال انا عمالة اقولك ايه من الصبح؟ الناس اللي جوايا دي كل واحد فيهم كتب حكايته وتحددت نهايته، يكونوش عاوزين فرصة تانية يغيروا الحكاية اللي هم كتبوها. بس دي حكاية جميلة جدا، هم ليه عاوزين يغيروها؟ هي كانت حكاية جميلة بس واضح ان النهاية بوظت كل الحكاية. انا مش فاهم حاجة. انا فاهمة، جاتلي فكرة حلوة بس انت لازم تساعدني فيها. قولي يا عبقرين عصرك. سيبكم منهم، هم كده كل شوية يصرخوا، قال ايه عايزين يخرجوا برا الحكايات والصفحات، قال ايه محبوسين جوه الحكايات. طب ما دي حكاياتهم، انا مالي، وكل واحد مسؤول عن حكايته. يوسف تعالى ثانية كده. ايه عايزة ايه؟ انا نويت اوصلك للعالمية، هخليك تكتب معايا احلى حكاية مليانة اكشن وحركات من اللي انت بتحبها. بجد؟ ايه ده، وانت من امتى بتكتبي حكايات؟ بس اسمعني في اللي هقوله لك كويس، احنا لو قدرنا نخلي الشخصيات تطلع برا صفحات الكتاب بكده ممكن نساعدهم ونقدر نغير النهاية وتبقى فعلا احلى حكاية. وهتستفادي ايه؟ نخلي يسوع اللي عمل معجزات ما يموتش، ويبقى اقوى حدث في التاريخ ان هانا ويوسف غيروا نهاية قصة يسوع وانقذوا من الموت. نغير النهاية؟ دي فكرة مستحيلة، انا لغاية دلوقتي مش مصدق ان الكتاب بيتكلم وان احنا دخلنا جواه وشفنا اللي شفناه. طب ما تيجي نقول للكتاب يخرجهم. مش هيرضى طبعا. احنا لازم نغير النهاية. يا ريت، بس انا ما عنديش امل كبير. مالكم كده عمالين تتودودوا مع بعض؟ ايه الموضوع؟ بصراحة انت صعبان عليا بقى، ده كلام كتاب في حجمك وفي قصصك يبقى بالجلدة دي ولا بالورق الاصفر ده؟ انت مين اللي طبعك؟ بدل ما يطبعك بالالوان ويعمل لك براويس في الحتة المهمة من حكاياتك يسيبك كده؟ ها؟ ولا مكانك؟ ده مكان برضو، انت كان لازم تتحط في متحف في قصر، مش على رف زيك زي اي كتاب. طب وانا اعمل ايه؟ كل الكتب القديمة اللي زي حالاتي اخرتها على الرفوف. طب انا عندي حل لمشكلتك. الحقني ارجوك. هنعمل معاك اتفاق وممنوع اي حد يغير فيه. اتفاق؟ كل اللي عليك انك تخرج الناس من جواك. أخرج الناس؟ لا ما تفكرش، ده أنا هطبعك في أحسن مكان وحطك في أفخم مكتبات العالم، وشي ألوان وجلدة فخمة، ولما يطلعوا إحنا بس هنتكلم معهم شوية. قلت إيه؟ تفتكر ممكن نهاية القصة تتغير فعلا؟ هنشوف. حاولوا. ده كان سامع. أنتوا وشطرتكوا. إحنا وشطرتنا. بس أنا كمان عندي شرط واحد. شرط؟ اتفضل. لازم الشخصيات لما تطلع واحد ورا التاني حسب الترتيب اللي اتكتبت به الحكاية. دي أمانة. موافقين. اتفقنا. أنا مش مسؤول لو اتعرضتوا لحاجة خطيرة أو غريبة. ما تقلقنيش بقى. اللي أوله شرط آخره نور. ماشي؟ ماشي، يلا بينا. استنوا، لازم تغيروا هدومكم عشان شخصيات الكتاب تعرف تعيش معاكم وما تستغربش منكم. ماشي. ها، عاوزين تطلعوا مين ومن أول فين؟ يا ترى الولد اللي قابلته كان عايزني أطلع مين؟ طلع لنا الناس المحبوسة من قصة السمك وإشباع الجموع،
وبالمرة نضرب لنا شوية سمك وطحينة وقطة مخللة. يا ابني سمك ايه؟ احنا لازم نبتدي من حتة الصلاة في البستان، دي بداية النهاية. يلا يلا ولع الكشاف. اوكي يلا على الفستان. البستان يا أبدا إن شئت أن تجيز عني هذه الكنز. أدي شرطك يا هنا. شش ده بيتكلم. جات الساعة، جات الساعة، كل طاعة يا أبي. جات الساعة، كل طاعة، كل قناعة يا أبي، يا أبي. لازم أموت عن الإنسان وأدوق العذاب ألوان، أيوة بقدم نفسي ذبيحة للغفران. لازم أشرب كاس الصلب حرقة بكلب وراب وكرب، بقدم نفسي ذبيحة حب عن الإنسان. لازم أشرب كاس الصلب حرقة بكلب وراب وكرب، بقدم نفسي ذبيحة حب عن الإنسان. يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي. عايزين نلاقي حل تاني غير موضوع المدة. ما ينفعش، هنشوف. أنا مجدتك، مجد ابنك، وانت صاحب السلطان من اجل حبايبي. ابي اجبني يلي بتحب الانسان يبقوا واحد جسد واحد، والمحبة مش كلام، والمجد يعود لك من تاني، والمجد يعود لك من تاني. يا ابي مين دول اللي طلعوا لنا من الكتاب فجأة؟ اسمع. أوامرك يا مولاي، انت تأمر وتتأمر وتقول لا، تشاور وانا نفذ. ايه الراجل الغريب ده؟ ده بيسمع دبة النملة. اسكتي، ده ودان الرادار هتلقطنا. ايه ده؟ انتوا مين؟ انا يوسف. عارفك. الحق يا مولاي، يوسف النجار ابو يسوع اهو. نجار ايه وما نجارش ايه؟ ده يوسف اخويا، سيبه. مش كفاية طلعناك من حبستك جوه الكتاب؟ أخيرا يا مولاي، ولقينا كمان عمته. العيلة كلها هيتقبض عليها. يا عم احنا ملناش دعوة بيسوع، الرجل اللي بيصلي هناك ده احنا بنكتب عنه حكاية، لكن المشكلة فيك انت. اهدى بس وانا هفهمك. لو انت قبضت على يسوع تبقى الحكاية خلصت، لكن لو سبته شكل الحكاية كلها هيتغير، وعلى مر الزمان كل البشرية هتعرف ان... هو انت اسمك ايه؟ مالخص. منخل. مالخص. يا عم مالخص، سيبك من قبض على الرجل ده، سيبه يصلي. اسيبه؟ انت مش عارف انا شغلتي ايه؟ بتشتغل ايه؟ انا عبد البيت. مين هو البيت؟ رئيس الكهنة، ده أستاذي يؤمر ومطيع. سلمت دماغي وأفكاري من غير كلاكيع، وأنا رايح سمعا لأوامره من بعد ما قعدوا واتأمره واتفقوا الليلة دي نهايته وهنخلص منه من شره. وأنا جاهز شادد عضلاتي على الاسم يسوع، وهجيبه هو وتلاميذه طاعة وخضوع. رئيسي وعمي وأستاذي خلص الموضوع. استنى يا مالخص على مهلك، اهدى شوية وشغل مخك يمكن مظلوم، وساعتها راح يكبر غلطك وتعيش مهموم.
أنا مخي لغيته من بدري، أرضي تجراسي وأستاذي، ودي ناس فهمة أكتر مني في الدين، وده أعظم ألغازي. يسوع ما عملش حاجة وحشة، ولا عمره حتى عمل دوشة، لفت ولا شارع ولا مجمع، حتى من صغره في الورشة. أنا مخي لغيته من بدري، قلتلك عمي أستاذي، ودي ناس فهمة أكتر مني في الدين، وده أعظم ألغازي. تعالي يا هنا، الموضوع دخل في الجد، لازم نتصرف. ليه؟ انتوا عاوزين مين؟ يسوع. انا هو. هاتوه. جربت تسمع بناحية واحدة؟ سامع بودن والتانية واقعة؟ ازاي تكون جوايا ليا رايح هجيبه بالكراهية، تقابلني ايده باللمسة دي، رجعلي ودني والانسانية، رايح بقلب مليان قسية، راجع بصدمة حبه القوية، فجأة اكتشفت اني ضحية، وان اللي شفته هو المسيا، رايح وعامل فيها الفتوة، فاكر شطارة أضرب بقوة، طلعت في قوة مش أي قوة، محبة طلعة من قلبه هو، من قلبه هو، صحيح أنا عبد وشغلتي سمع الكلام، وداني تسمع أي أمر أنا أقول تمام، بس الودان غير الودان بعد المقابلة في البستان، بس الودان غير الودان بعد المقابلة في البستان، أسمع ونفذ وألغي مخي، لا ده كان زمان. دلوقتي بعد ما الوقت فات، اتفضلي ادي الحكاية بتتعقد وخلاص اتقبض على يسوع. استنى بس، تعالى معايا، انت هتيأس من اولها. الحمد لله، أخيراً هنخلص منه ومن كلامه، لمن بينا شوية بشر، إشي أعرج وإشي أعمى. تفتكر كده فعلاً هتخلص منه؟ أنتوا مين؟ إحنا اللي خرجناك من حبستك جوه الكتاب. أيوة، إحنا من الأول شايفينكم عايزين تقبضوا على يسوع، وكلكم حماس وإصرار. نعم، وإنت تطلع مين؟ أخوها. فاكرين الموضوع هيهدى لو أنتوا قبضتوا على يسوع؟ بالعكس، ده كل أتباعه هيهيجوا ومش هيسكتوا، ومش عارفة ممكن يعملوا ايه، لكن لو افرجتوا عن يسوع نفرج عنه. ايوة، انتوا ازاي عاوزين تقبضوا على واحد عمل كل المعجزات دي؟ انت من اللي بيقولوا انه هو المسيح؟ محتاجين مخك معانا، الموضوع مش سهل، خصوصا ان اتباعه مركزين، والناس اللي بيقولوا انه شفاهم ملمومين. طب عندي فكرة ممكن تهدي الاتباع، احنا نحاول نخوفهم ونخرج يسوع بعد كده. انت اتجننت؟ نخرج مين؟ امال احنا عاملين كل الخطط دي ليه؟ انت مالك؟ مين العيلين دول؟ كانوا بيقولوا لك ايه؟ ولا حاجه يا ريس. انا انت اتغيرت ولا ايه؟ بقى هو ده المسيح
اللي احنا مستنينه؟ انتوا بتوع ربنا انتوا تعملوا كده؟ ايه ده؟ خلاص؟ ما بقاش غير حتة العيل ده هو اللي هيقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه؟ انت بتتريق علينا ليه؟ اسكت انت لا يسجنكم مع يسوع. بقى بعد السنين دي كلها يكون الملك بتاعي انا، اتباعه هم الخطاء اللي بنبعد الناس عنهم والزناء اللي بنرجمهم يا شيخة روحي بقى. يعني مشكلتك في اتباعه؟ لا، مشكلتي في كلامه. كلامه مؤثر، كلامه ليه سلطان على الناس الغلابة. كلامه اللي بيلم الناس حواليه ده كمان عاوز يهد الهيكل ويبنيه في 3 أيام. بقى ده كلام يا ناس؟ هو ده القائد والزعيم اللي هيحررنا؟ يعني يبقى أتباعه صيادين وعجزة ويتحدانا احنا؟ ولا لما اتكلم على الجزية وكايسر بيحرجني أنا؟ وسعوا عندنا ليلة طويلة. وانتوا هتحكموه وتحكموا عليه بالليل مع نفسكم؟ لازم يكون فيه محامي. مع نفسنا؟ طب هاتهم لي بقى. لا لا، احنا ملناش دعوة. قال ايه؟ ملك اليهود، ملك بشبشب وجلبية. وصلنا، خلصنا. قال بقى ده ابن داود. هاتوه. طبعا انتوا عارفين ان الشريعة امانة في ايدينا جيل ورا جيل، واننا لا يمكن نتساهل في امور الله. الله اله قدوس وعظيم. قول لي بقى، مين تلاميذك وإيه تعليمك؟ أنا اتكلمت قدام كل الناس في المجمع وفي الهيكل قدام كل اليهود. بتسألني أنا ليه؟ اسأل اللي سمعوني. الشهود بيقولوا إنك هتهد الهيكل وتبنيه في 3 أيام، صح؟ هو ليه ما بيردش؟ مش عارفة يا يوسف، استنى. أنت ما بتردش عليا ليه؟ طب قول لي بقى، هل أنت المسيح ابن الله؟ المسيح المنتظر؟ ها؟ إزاي نقنع يسوع إنه يتكلم؟ مش عارف ليه مش راضي يتكلم. زي ما بتقول، ومن دلوقتي هتشوفوني عن يمين الله. أنت بتقول إيه؟ أنت كافر، بتساوي نفسك بالله. يهوى، أنت مين أنت؟ سمعتوا؟ سمعتوا بيقول إيه؟ استنى شوية. ليه بتعملوا فيه كده؟ انت نسيت ان هو شفاك. انت نسيت لما شافه بنتك، وانت نسيت لما شافه مراته. يعني انت كنت يوم الحد اللي فات طالعين تستقبلوه بالزعق. حرام، ايه اللي حصل؟ نسيت كل الحاجات دي؟ ده لازم يتحكم عليه بالصلب. خدوه على بيلاطس. ايه اللي جايبكم كده عالصبح؟ وغريبة كمان يوم عيد الفصح. جايبين لك مكرم متمكن بيهيك في الشعب ويفتن، والجزية بيمنع عن قيصر. احكم بالموت يلا وقصر، احكم بالموت يلا وقصر. مش لاقي غلطة في الراجل، كمان مش ناقص انا مشاكل. يقول عن نفسه انه ملكنا، لو سبته هيملك في بلدنا. هيجيلك يوم وهتتحصر كده، تبقى ما بتحبش قيصر. براءته واضحة زي الشمس،
لكن لو واحد نام وحلم له كم حلم عبيط هيجيلنا ننفذ أحكام. حكم بحلم ده يبقى ظلم، ظلم في حكم ده يبقى كابوس. روحي نامي هتندم. قال ايه حلمت انه بريء، ما هي ناقصه مراتي تتفلسف، مش طايق نفسي عالريق، زعقت ومش ناوى اتاسف. عندك حق يا بيلاطس، حكمك لازم يبقى جريء. قول الحق لو حاسس مذنب فعلا ولا بريء. مذنب فعلا ولا بريء. شايفيني شوية البطاطس؟ لا اصحوا انا بيلاطس. لو علي مش بحلم لا بعلم وبالقانون في اورشليم. براباس فكرة عبقرية. انا عندي فكرة عبقرية وهي دي الافكار، اطلق لهم واحد في العيد وليهم الاختيار، والناس تحب الاختيار واكون عجبت الناس، ما بين يسوع وباراباس هكون اجابت الناس. يسوع 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 هيختاروا يسوع. يسوع 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 مش باراباس، مش باراباس. هطلق ليكم واحد بس على الاقل هو احسن من باراباس. باراباس 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 باراباس. شكله خلاص الوقت اهو فات والشعب بينده بالالفات. هيحكم طبعا بالإعدام في طابور القتل أنا من قدام، وهيحكم طبعا بالإعدام في طابور القتل أنا من قدام. طب والراجل ده؟ وكمان الحكم صليب كده موت وكمان تعذيب، وبقول لنفسي خلاص في الدنيا ملكش نصيب. وبقول لنفسي خلاص في الدنيا ملكش نصيب. بلاش بلاش باراباس، بنحبك باراباس باراباس الذوق والإحساس. هاتولي مية في الإبريق، دي براءته واضحة في التحقيق، والحكم بصلبه يكون تلفيق. أنا هغسل إيدي لأني بريء 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 بريء. بريء بريء أنا بريء 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 أنا بريء بريء. أصلبوه. خلاص يا هنا، نهاية قصة يسوع مش هتتغير. أنا مش عايزاه يموت، أكيد في حل تاني. بيلاطس مش لوحده في القصة، محدش فاضي،
الكل بيحتفل بعيد الفصح. اخيرا لقيتك. مين دول؟ هقولك انا بشكرك جدا. مين دول يا الكسندر؟ بابا، دي البنت اللي طلعتنا من جوه الكتاب. كتاب؟ وده بابا اسمه سمعان. انا اسمي هان، وده يوسف اخويا. اهلا يا ولاد. ايه الخروف ده؟ ده الخروف اللي هيتذبح في عيد الفصح. الفصح مش بس خروف بيندبح وناكله أكلة والسلام زي الفرح. الفصح ليه جذور في قلب كل واحد مهما كان. خروف بريء يشيل خطايا عن خطاه يبقوا في أمان. في أرض مصر ابتدى زي ما موسى قال زمان. بس السنة دي العيد في حاجة، ناس عاملة زي البحر هايجة، والفرحة غايبة من الوشوش. الفرحة غايبة من الوشوش، واضح كمان وجود جيوش. سيطرة ومعارك حربية، قاتل بميدالية ذهبية. سيطرة ومعارك حربية، قاتل بميدالية ذهبية. وجنود كتيبة قتالية يقدروا على ثورة شعبية. انتبه. مين ده؟ وإيه اللي خرجوا من الكتاب في الوقت ده؟ مش قلتلك ان في ناس تانية في القصة؟ انا حاسة ان القائد ده ممكن ينقذ يسوع. يعيش الملك قيصر. يعيش الملك قيصر. والحكم حالا لسه صادر، وبحكم شغلي قلت حاضر. مجرم خطير وصاحبه قادر، مجرم خطير وصاحبه قادر. موتهم اكيد مليان مخاطر، موتهم اكيد مليان مخاطر، مليان مخاطر. مش قلتلك اكيد مش بيتكلم عن يسوع. وسع عياد منك ليه وهاتولي كبركو يا ظالمين. شكلكو يمكن اتجننتو، اصحى وشوف بتكلم مين. بتبرطم وبتتكلم، قم وتعلم انت وهو. يا مجرم ياللي هتندم لما اشتم واضرب بالقوة. احنا اللي دهنا الهوى دوكو وسرقنا ونهبنا فيكو. لو فاكرين في جنود تحميكو تبقوا غلطتوا. يا حجرة رح نقسيه ويبقى دوكو داي عليه. الاخطر فرد يا مكان اشكال والوان، وانشعله وانا جبتوش من الارض. يا مكان أشكال والوان، عدت وأنا جبته من الأرض. طب عينا ناشف زي الدومة، وكل الأخلاق هنا مهدومة. وحكومة فاشلة ولا في حكومة، وكهنة بيهرب اسم الدين. ما هو كده كفاياكو، بدل ما فاكو ياخد اقلام وبصوت مسموع. يلا تشاركوا ويا تالتكو ويا صاحب كل اسمه يسوع. يلا يلا يا عسكري. لازم نعمل حاجة. أنا جاتلي فكرة. قوم يلا اخلص. ده مش قادر يشيل الصليب. ما ينفعش تقع هنا، لازم تموت في الجلجسة. أشوف لك حل وبالقانون لا روحنا للمشنقة. انت ايوه انت شيل الصليب. انا راجل غلبان وفي حالي، معلش يعني وانا مالي. اصلا انا مش مجرم ولا جاني، بتفرج وهروح لعيالي. اصلا انا مش مجرم ولا جاني، بتفرج وهروح لعيالي.
أنا لازم أساعد الراجل ده. شيل يلا. إحساس ما توصفوش، كلمات ألمات، واضح وجود جلدات ونزيف نازل مع الخطوات، وإزاي مش سامع له حتى أهات، حتى الأهات. اتحركوا الحقوا الرومان هيموتوه. نسيت يا مجدلية كل اللي عمله عشانك، هنسيبه يروح ضحية، هنسيبه يروح ضحية. نسيتي ده أنقذ حياتك. احنا بنرجوك بنتوسل إليك، ابعد عنه إيديك. احنا بنرجوك بنتوسل إليك، ابعد عنه إيديك. مش ناقص غيركم انتم تقولوا لي اعمل ايه وما اعملش ايه. حرام عليكم يا طغاة، فين الضمير والقوانين؟ كده يقدر يغمس الخطاة وزيه زي المذنبين. يا بنات أورشليم، أنا عارف إنه يوم أليم، ابكوا مش على الدم اللسان مني وضياع الجمال، ابكوا عليكم انتوا عالولاد، جاية أحزان قد الجبال. أيوة الحياة ضحيت بيها، بس انتوا أغلى 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 للمنتهى. قوم على حيلك يلا. قوم. انت اللي غيرت حياتي، ازاي تتألم وتتهان؟ وسنيني دي كانت ضلمة لكن نورك بدل لي الزمان. وفي عز توهي ووحدتي لقيتني وهربت ضلمتي، ازاي دلوقتي انا راح اعيش لسه مش هتتغير. يسوع هو اللي اختار الطريق ده يا هنا. يلا اصلبوه، نفذ يا عسكري بسرعة.
يشوفوا سكة مشيها عننا. واسمعوا مع كل ضربة كلمة حب قالها لنا. ده أنا وانت المقصودين بالحكاية كلها. ده أنا وانت المقصودين بالحكاية كلها كلها. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. معقول خلص ياما غفران وشفا وتحرير، بس إنه يخلص نفسه ده بينه لغز كبير. بس إنه يخلص نفسه ده بينه ده بينه ده بينه لغز كبير. خلص غفران؟ معقولة؟ معقولة هيغفر لي أنا كمان؟ طب هو بريء؟ ما عملش أثام وأنا مذنب؟ اقبلني يا رب، أنا الخاطئ، سامحني يا رب. أنت القدوس، اليوم تكون معايا في الفردوس. قد أكمل يا أبتاه، في يديك أستودع. مصلوب مقتول يبقى الإله معطي الحياة. أيوة الإنسان ده حقيقي كان ابن الله ابن الله ابن الله ابن الله. يسوع قلبي موجوع يا ابني. يسوع قلبي موجوع وانا شايفاك هنا وسط الالام. جسفي يسيف ده شيء مخيف شيء مخيف. وانا شايفاك هنا وسط الالام. جسفي يسيف ده شيء مخيف شيء مخيف. في الضلمة خلاص خلص الكلام خلص الكلام. في الضلمة خلاص خلص الكلام. يا خسارة، كان نفسي نهاية قصة يسوع تكون مختلفة. مش قادر يا هنا، عينيا مش قادرة تنسى منظر يسوع وهو على الصليب، ولو داني مصدقة إن آخر كلماته يا أبتاه اغفر لهم. خلاص يا يوسف،
اقفل الكتاب. يوسف مالك زعلان ليه؟ صوتك مكتوم. يسوع انا بحلم؟ انت مت على الصليب. واخر حاجه خلصت بيها الحكايه لما قلت قد اكمل. انتوا ما كملتوش الحكايه. القصه تبان انها خلصت بموتي على الصليب، وناس كتير كان نفسها ان دي تكون نهايه الحكايه، لكن الجزء الاهم اني قمت من الموت، ولولا النهايه اللي انا اخترتها ما كانش ينفع اغير نهايه اي حاجه. يعني انت ينفع تغير قصتي انا؟ ايوه. ازاي؟ قوة القيامة اللي انا انتصرت بيها على الموت تقدر تغير حياة اي حد يقبلني. انا دخلت ادور على قصة حب، اكتشفت ان انت الحب نفسه، ضحيت بنفسك وبمكانتك. انا بحبك، عايزة اتعرف عليك وافهمك اكتر وتبقى لي حكاية معاك. كل الناس اللي في الكتاب حكاياتها ما تتغيرش لان حكاياتهم خلصت. انا الوحيد اللي ما كانش ممكن اتحبس جوه الحكاية، ولسه في ناس كتير قوي أنا بكتب لهم حكاياتهم لحد النهاردة، ممكن تكونوا أنتوا منهم. أنا جاهز وعايزك تبتدي تكتب. وأنا كمان، بس المفروض أعمل إيه؟ القرار في إيدك وفي إيدك. إديني الفرصة إني أكتب لك حكايتك، واسمع لصوتي دايماً، لإني مت عشانك وقمت عشانك. وصدقني صدقني مش هتندم. يا للعز ويا للفرحة، أنا جوايا أعظم قصة، باين كده عجبتكم الفسحة، جوا كتاب عارفه ده تحفة، وأنا بحكايتي هترمي الفرحة. فاكر يوم ما قلب لي الصفحة، يومها كتب لي بدمه الغالي، مغفورة لك خطاياك ونسيتها. احنا تاريخ وذكريات، وكتابك لسه في صفحات، والقوة هيكتب ما خلاص قال، اعظم قصة واحلى كتاب. طول عمري عبد وليك واجير، وخلاص اهو جه وقت التحرير، وقفوا هناك كده واجمعوا، هتكلم وانتوا هتسمعوا. ولو الزمان رجع ودار، كنا هناخد نفس القرار. احنا تاريخ وذكريات، وكتابك لسه في صفحات، خلاص خلاص ما بقتش ضحية، بعد ما خدت أنا الحرية، ويا جمال طعم الحياة، لميت دم يسوع أحيا. احنا تاريخ وذكريات، وكتابك لسه في صفحات، والقوة هيكتب ما خلاص قال، أعظم قصة وأحلى كتاب. قلتلك دم البار ده كان حرام، وما سمعتش أنت الكلام، وكنت أسيب الشعب يثور، ويروح الكرسي والقصور. يا خسارة، عشان مكسب وقتي قريب، أديك ضحيت بأحلى نصيب. احنا تاريخ وذكريات، وكتابك لسه في صفحات، والقوة يكتب ما خلاص قال، اعظم قصة واحلى ختام. في كل تاريخ البني ادمين، انا اعظم فايز وبنياشين. يا دي العيبة، أنا في مصيبة، يا دي الحسرة ويا دي الخيبة، في لحظة ماضية علي بيدوس، وقال لي معاه أنا في الفردوس.
حياتي الأبدية بعد ما كانت جنبي بثانية. والناس دي كلها يسوع قصتهم ما فيهاش رجوع. اللي شاب واللي شاب بقوا سطور جوا الكتاب. أنا البداية والنهاية عمري ما هكون كلمات في رواية. أنا البداية أنا النهاية. إحنا تاريخ وذكريات وكتابك لسه في صفحات. وبقوة يكتب ما خلاص قال. وبقوة يكتب ما خلاص قال. عظم قصة وأحلى ختام.